اهلا بغزلتنا الحلوه يا اهلا. مرحبا عم عباس، البابا موجود؟ لا بعد ما وصل. عم عباس حضرته بيكون الاستاذ نادر، بظن انك شفته قبل هلا، بتتذكر يوم عيد ميلادي؟ يا اهلا وسهلا، طبعا بتذكر. وبعتقد رح تشوفني كثير من اليوم ورايح يا عم عباس. يا استاذ، هذا بشرفنا وبفرحنا، يا اهلا وسهلا فيك. رح تنطر البابا ما هيك؟ باخد فنجان قهوه، لكن اذا تاخرت بتعرفي. من المفروض أن يكون مع الوالد والوالدة لاعتبارات عديدة. بتحب تاخد القهوة بهالسلو ولا بهالسلو؟ بهالسلو. طيب عم عباس، مول معروف فنجان القهوة إذا بتريد. حاضر، من عيوني. حلو بك، بكرة بزيد حلا بوجودك. ناوي تسكنيني عندكم؟ والله يا أهلا وسهلا. صهر بيت يعني؟ ليش لا؟ أنت بتعرف أنه أنا وحيدة البابا ومعتاد على وجود الدائم بقربه، أكيد رح تفرحوا فكرة بقائي هون وحياتنا سوا. رأيتك عم تحكي عن جد؟ مش بس هيك، رأيتك مخطط لهيك موضوع؟ لا لا، لا تخطيط ولا شيء، الفكرة هلأ طرقت نحن عم نحكي. لكن أنا مخطط غير هيك يا ريم. بتعرفي إنه أنا كمان وحيد أهلي، وبيسعدهم إنه نعيش معهم، والمكان أكثر من بيتسع. لكن لا، أحلامي إنه أعيش أنا وياك بمملكة صغيرة نمارس فيها حريتنا المطلقة، دون ما نضطر نراعي أي حدا من الناس مهما كان قول الناس. لا شكرا يا عم عباس. مرحبا، أنا سألهان على الوقت تماما. شكرا، أنا سألهان. بتعرفي شارع القنواتي؟ الموازي تماما لشارع رفعت باشا. رائع. بهيدا الشارع في محلات مجوهرات الجادرجي، كمان رائع. بهيدا هو المكان. لا صدقيني، هذا كل اللي بعرفه. العفو، مع السلامة. معرض مجوهرات، المبلغ بالكمال والتمام 5 ملايين حسب أسعار البورصة اليوم. تفضل بإمكانك. مبروك. الله يبارك فيك سي سؤاد، مع الشكر.
دخلك ما بدك تفش خلقك تخبر صاحبنا لأنك صرت المالك الجديد لحين العانس. معلوم، وهذا الشيء اللي رح بعمله هلا وفورا. عظيم، يبقى معك. إلى اللقاء. مع ألف سنة. شكرا. مع السلامة استاذ فؤاد. كيف؟ أنت ليك شهاد؟ إذا كنت عم تمزح معي وقصدك تغيظني فأرجوك. دايش؟ جهاد اسمع، أنا جاي لعندك فورا فورا. انحسسني قلبي، عملية مش طبيعية، يبقى عملية احتيال وش هيك بلا رصيد. سامي سامي. طيب ريم، ما بعرف شو اللي اخر البابا. الله اعلم، بده يكون انشغل بشيء. على كل حال ما كان في موعد، بحكي معك المساء وبشوفك بكره ان شاء الله. الى اللقاء. الى اللقاء. جهاد أرجوك، إذا كان الأمر مزح فالمزح استوفى غايته. اللي كلام يقبله العقل. في شخص بيشتري منك بعشر ملايين ليبيع بعد دقايق بخمسة، إلا إذا كان إلا إذا كان شو نبيل؟ إلا إذا كان محتال كبير، شخص عامل ضرب احتيال كبير. نبيل انتبه كثير لكلامك، لكل حرف عم بتقوله، لأنك أنت عارف تماماً عن مين عم تحكي. أي انتباه أي بطيخ أصفر. شخص بيقدم لي إذن مصرفي لحظة إغلاء المصارف، وبعد شوي ببيعك اللي اشتريه مني بنص ثمنه. شو ممكن تسمي هالتصرف؟ شو ممكن يكون غير احتيال كبير؟ احتمالك ممكن يكون منطقي، لكن أنا ما دخلني. ما دخلك؟ أنت وضعك مثل وضعي حبيبي. أبداً، أنا وضعي سليم تماماً حبيبي. أنا اشتريت العقد ودفعت ثمنه نقداً وعداً. أنت غلطان، أنت بحكم إنسان اشترى مسروقات. إطلاقاً، هذا مش صحيح. بعدين أنا بمنعك تقول هيك، وبنصحك تماماً أنه تنبه للسانك. أنا اللي بمنعك تتصرف بالمسروق تحت طائلة مسؤولية. إطلاقاً، حاجة تصرف تتبهور. نبيل، أنا ما حكمت عليك وما سرقتك، وكل حوار بيناتنا انتهى. اتفضل مع السلامة. عفواً. نعم. صحافة. نعم. من واجبك إنك تطلع الصحافة على مصيبتك، لأنه بإمكان الصحافة إنها تساعدك لحتى توصل لحقك. تفضلي. أنا اليوم تعرضت مؤسستي لعملية احتيال، لأسوأ عملية احتيال، عملية احتيال بعشر ملايين ليرة. تفضلي، بشو فيكي تساعديني؟ أكيد فيني ساعدك بعد ما أتوصل على معرفة كل التفاصيل. مين المحتال؟ الفنان الكبير الأستاذ فؤاد شوقي. Thank you.
النغمة الحلوة تبدع أنغاما جميلة. بابا تأخرت. صحيح، انشغلت شوي بابا. نادر إجا معي وكان حابب يشوفك. صحيح، أنا آسف. طيب بابا ليه ما استبقيتي ليتغدى معنا؟ حاولت، بس قال حابب يتغدى مع أهله هيك تيحكوا شوي عاد بكرة ويعملوا شوية ترتيبات. لا شك أنه معه حق، لأنه نحن كمان خلال الغدا بدنا نحكي عن بكرة ونعمل شوية ترتيبات. بابا خمس دقايق بشلح الجاكيت بغسل وشي وبزل على طول. وأنا هيك رح ساعد عمو عباس تحضير السفرة. ماشي. آه بابا عفوقة، خالته منيرة رجعت. شو هالحكي؟ بس بابا لسه ما خلصت إجازتها. صحيح، بس قال اشتقت لي. إذا كان هيك فلا شك إنه العذر مقبول. يبقى من بكرة رح نرجع ناكل أكل طيب. أكيد. عظيم، خمس دقايق وبنزل. حلم ولا حقيقة؟ معقول؟ محكمة! الأمر تم والمسألة بدها تماسك. بابا رح موت من الجوع. يا بابا في مثل بيقول كل ما استبد الجوع بالإنسان بيلاقي الأكل عطيه. تنصحك حكمة معقولة، بس أنت تأخرت. تعرفي أنه أنت السبب في تأخري؟ أنا؟ نعم. انت ناسية يا آنسة انه بكرة قطار حياتنا رح يوقف في احدى اجمل واروع المحطات. يعني
فهمت وما فهمت. بدنا زي المحطة. بابا أرجوك. بابا طبعا أنت سامع بزميلتنا مهندسة الديكور مارجو عز. طبعا مارجو إلى جانب كونها مهندسة ديكور مهم فهي تقريبا عندها دكتوراه بتنسيق الأزهار وتركيب الأشياء. تلفنت لها، يبدو أنه تليفونها معطل فرحت لعندها، حابب أنها تجي تزور المكان، تلقي نظر عليه وتحوله بحسها المرهف وذوقها الرفيع إلى متع الناظرين إكراما للقاء الغد. يا حبيبي يا بابا، هلأ فهمت قصة القطار والمحطة. إذن ظهر براءتي وعرفتي إنه تأخري كان كرمال عيونك. أبي دائما على حق. بابا فعلا مش مجاملة، بس بيتنا بمنتهى الجمال، كل زاوية فيه بتنطق بالأناقة، وهيدا طبعا بحسك المرهف. يعني أنا كيف بدي جوزك مش عارف. إذا بكرة انتقلتي إلى بيت الزوجي، أنا مين بده يغمجني ويمتدح ذوقي؟ لا 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 لا، حارفض، أنا بطلت. وأنا متضامنة معك. على فكرة بابا، ما بدك تنزلي تشتري فستان جديد للمناسبة؟ بابا فساتيني كلها جديد وأنيقة، يعني حابة إنه تتسم هالمناسبة بالبساطة والطبيعية. بعدين هني بيعرفوا نحن مين، نحن منعرف هني مين. وبكرة حنتعرف على بعض أكثر. بابا رح يكون في معزيم؟ أبدا، نحن وإنا بس. طبعا رح نتعشى سوا، رح نتحدث كتير بصراحة وبالعمق، نكتشف مواهب بعض. أكيد أنت رح تعزفي على البيانو، يمكن أنا أعزف، وأكيد أكيد عزم الرامي رح يقتلنا من شدة العزف على أوتار السياسي. بابا في صديقتي حسانة، هي أعز صديقة عندي، صديقتي الحميمة، حابة أعزمها بكرة، في مجال؟ بابا فضل لا، خلي اللقاء الأول يقتصر علينا وعليهم بس. حاضر. طيب إذا بتريد فيني بعد الغداء روح زورة وهيك بحطها بصورة الأجواء وبرر موقفه. لا مانع على الإطلاق. ألو نعم. أهلا أستاذ شاكر. الأستاذ عم يتغدى، يعني مشي 10 دقايق، بتحب تقول له شيء؟ أي ساعة؟ طيب مع السلامة. طبيعي.
كل تصرفاته كانت طبيعية. إذا أنت ليش شاكك بالموضوع؟ كيف ما بدي شك؟ يا عمي مجنون يحكي وعقل يفهم، واحد بيجي بيشتري مني عقد بعشر ملايين وبيروح بعد خمس دقايق ببيعه لجاري بخمس ملايين، يعني شو بدي كان يفكر؟ اعزميني يا أهبل ما بدي شك. طيب ليش ما بتطول بالك ليوم التنين وبتشوف؟ كيف بدي طول بالي؟ كيف بدي طول بالي؟ فرضي إنه هرب. ولو معقول يهرب؟ هيدا فنان كبير. أي فنان كبير حبيبتي؟ المبلغ هو الكبير. نعم استاذ. قلت لي شاكر جاي الساعة 4؟ نعم، قال الساعة 4 بكون هون. بعد بكير. فيني ارتاح شوي. عباس. نعم استاذ. من هلا اي احد كائنا من كان يسال عني انا مش موجود، واذا الح السائل في معرفه مكاني انا طلعت على البقعه، طبعا مش عارف اي ساعه برجع. خلي باسم يروح، انا حابب سوق السياره بنفسي. حاضر استاذ. شكرا. عباس. عباس نسيت لك، بكرة مساء جاي يزورنا معالي الدكتور عزمي الرامي وعائلته، بده يطلب إيدريم لابن الأستاذ نادر. الله، شو الخبر يا أستاذ؟ ألف مبروك يا حبيبتي يا ريم، تستاهل. استاذ شو مطلوب منا نعمل؟ لا 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 ابدا ابدا، انا عامل ترتيب كل شيء. على كل حال ما في حدا غريب، نحن وهن بس مساله بسيطه وبكره كل شيء بيترتب. يا حبيبتي يا ريم، بس عم بستغرب ليش هي ما خبرتني. الحقيقه هلا على الغداء اتخذنا القرار. الف الف مبروك يا استاذ، رايح فرح منيره. استاذ ما تتعجب وتستغرب اذا كان سمعت لك شي زلغوطه. بالاذن. والله أنا أجتني الفكرة وحاولت أتصل نعم، وعرفت من أهل بيته إنه إله يومين بتونس عم يحضر اجتماع اتحاد المصارف العربية. شفت صاحب المعالي، إذا مدير البنك اللي هو صاحبنا مش موجود فشو فينا نعمل؟ بعدين إذا قال لي يا أخي أنا حر، شو بقدر أقول له؟ وأنا خايف سافر بكرة. حضرتك عارف انه المسألة فيها خرابين بيوت. عمول اي طريقة حضرتك، اي طريقة، تصرف مثل ما بتريد. انا رح جن هالشغلة. باقي هون حتى ولو ضليت لبكرة، مش متزحزح من هون. نعم.
الله يخليك أبو شادي، أنا ناطر ردك. شكرا، الله معك. يسلموا يا عباس. يا اهلا بابو عارف. استاذ وين؟ نازل على طول. يا اهلا يا منيرة، الحمد لله على السلامة. الله يسلم عمرك يا بوريم ويسلم شبابك. والله قلبي حسني لهلب، مدري شو صار لي، صرت فكر بريم الصباح والظهر وبعد الظهر وعشية، ولا ما بعرف شو صار لي. قلت لا لازم ترجع يا منيرة. بتصدق بالله يا أستاذ، بنت خيي بدها تخلف بهاليومين عقبال محبينك، ومع هيدا ما قدرت، بدي أرجع عم بهدس فيها. ولك شو طلع قلبي دليلي. ولي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 
هالشي بدون ما نبعت وراكي. الجماعة بس جايين يحكوا فيها بس. إيه؟ ليش هيدا قليل؟ الله يهنيها بشبابها يا رب. تسلم يا منيرة. منيرة أبو عارف ناطرني بالصالون الجواني، بدي أحكي أنا وياه، بعدين بنبقى بنلتقى وبنحكي بالموضوع. طيب يا روحي. شربت شاي؟ لا ابدا، منتظرك. انا بصب، انا بالنسبة لبكرة المحلات اوكي. رائع. رح نسافر؟ يمكن. يا ابو ريم هيدا شيء مش معقول. من لحظة حادثة البورصة وانت عم تتصرف بغموض، مثل كأنك شخص ما بعرفه، شخص آخر تماما. يعني بدي استفسر عن شيء وخايف من الإحراج. في شيء عم بتخطط لشيء؟ طيب مش لازم أعرف؟ المفروض إني ساعدك الأيمن والمؤتمن على أسرار أعمالك، ومع ذلك حاسس انك عم بتخطط لعمل ما بدك ياني اعرفه، رغم انك عم تشركني فيه. ساعد الايمن والمؤتمن على اسرار اعمالي الموضوعية والشريفة والمشروعة. لكن كل أعمالك موضوعية وشريفة ومشروعة إلا هيدا. فهل أنت على استعداد أنك تشرف على أو تشارك في عمل إلي ما بيتوفر فيه ولا شرط من الشروط الثلاثة؟ يا شاكر، أنا مقدم على عمل المفروض أنه رح يؤدي إلى كسب مادي ومعنوي كبير جدا، وهالكسب
يكون بنظر القانون منطقي وموضوعي ومشروع، بينما هو في الواقع عكس ذلك تماما. كل المطلوب منك تنفيذ مبادئ الحكمة الثلاثية التي تقول: لم أرى، لم أسمع، لم أتكلم. أنا واثق أنك أنت رح تنفذ هالحكمة، وبعد انتهائي من عمليتي يا شاكر بتقرر. يا منضل مع بعض على طول، يا منفترق إلى الأبد. ألو. نعم، أهلا بصاحب المعالي. أهلا وسهلا. نعم، أنا عباس، مدبر شؤون المنزل. لا والله الأستاذ مش موجود، عنده مزرعة بالبقاع وطلع يزورها، غالبا هو بيطلع يوم السبت. والله ما عندي علم، أحيانا ما بيتفوق وأحيانا بيرجع. نعم نعم، عنده هاتف، في هاتف بالمزرعة، ولكن للأسف معطل بقاله فترة. عفوا صاحب المعالي، ما سوعبت السؤال. للحقيقة ما عندي علم، أحيانا بفاجئنا الأستاذ بأنه مسافر، فنحن منحضر له لوزم السفر، لكن هالمرة ما عندي ولا فكرة. حاضر معالي الوزير، إذا رجع ليلي بأي وقت بخبره وبخليه يتصل بحضرتك. عفوا يا سيدي، مع السلامة. ألو. أهلا معالي الوزير. نعم نعم، البقاع لوين؟ ألمانيا؟ شفت يا معالي الوزير إنه شكوكي كانت بمحلها. نعم، لا يرضى عليك أبو شادي، لازم تلاقي طريقة تمنعه من السفر. كيف ما بتقدر مع حضرتك وزير داخلية؟ طيب يا سيدي، القانون على راسي، بس يا اخي افترض انه ما رجع وما اتصل فيك وسافر بكره. طيب تصرف حضرتك، وانا ناطر خبر منك. على السلامه. شو رأيك خبطة؟ خبطة كبيرة وكبيرة كتير، لكنها بنفس الوقت خطيرة كتير. على عاتق مين بده ينشر هالكلام؟ أو بالأحرى هالاتهام الخطير؟ على عاتق نبيل جابر. هو طلب منك نشر الموضوع؟ تقريبا ما بيكفي. زهدي أرجوك، هذا سبق العمر. إلهام، أنت بتعرفي أنا برد لك كل خير. صحيح إنها خبطة صحفية ما حدا بيحلم فيها، لكنها بنفس الوقت مسؤولية كبيرة. مش بس عليكي، مسؤولية على الصحيفة، على الدار بأكملها. افترضي إنه طلع في مؤونة لتشيك. مستحيل، كل الوقائع بتقول غير هيك. أنا معك، لكن افترضي.
اعتبريه أمر قابل للحدوث بنسبة 1 بالألف. مين بيتحمل المسؤولية؟ الهام، إذا بدك هالكلام ينشر، هالخطة الصحفية أو هالسبق الصحفي تم، لازم يكون معك إقرار خطي بإمضاء نبيل الجابر إنه بيتحمل مسؤولية هالاتهام وبيطلب نشره. أنا آسف الهام. أنا متأسفة، الوحدة اللي بتخصني ما قدرت عليها. يسالك عمري مش رح أعرف شو الوحدة اللي كنت أنت بدك تقدمها. من أعماقي عارفة إنه كان بدك ياني أنشر هالفضيحة، مش عارفة ليش، لكني واثقة وآسفة بنفس الوقت لأنه ما طلع بإيدي. ألو. نعم. مرحبا. أهلا. مين؟ عفوا، أنا اسمي إلهام صدقي، صحفية. الأستاذ فؤاد بيعرفني منيح، ممكن أحكي مع الأستاذ؟ آسف يا أنسة، الأستاذ مش موجود. أمتى بيرجع؟ ما بقدر أقلك. الأستاذ طلع على البقاع، ويمكن يبيت فوق ويمكن يرجع، الحقيقة ما بعرف. عفوا، مين عم بيحكي معي؟ أنا عباس، مدبر شؤون المنزل. يا أخ عباس، في مسألة كتير بتهم الأستاذ، يعني ما فيني أوصف لك قديش مهمة بالنسبة له وضروري يعرف عنا اليوم، قصدي هلأ إذا أمكن. فأرجوك إذا بتعرف أي وسيلة بتساعدني لحتى أحكي معه فأنا بكون ممنونتك. ممكن لحظة يا أنسة؟ تفضل، أرجوك. حسبي الله ونعم الوكيل. ألو. نعم. أنا آسف يا أنسة، ما بقدر فيدك بشي. يلي قلت لك إياه هذا كل اللي عندي. طيب، شكرا. العفو، مع السلامة. يا عباس، أنا ظاهر. طالع على البقاع؟ مش متأكد، في مشوار صغير بدي أعمله على ضوءه، يا بطلع يا لا، بس على كل حال مش رح أتأخر. يا بس أستاذ، في أنسة صحفية اتصلت وقالت إنها صديقة، وقالت كمان إنه في أمر هام جدا لازم تطلعك عليه. قالت شو اسمها؟ قالت اسمها ادخل.
بقدر ادخل يا أليسا؟ اهلا، تفضل استاذ نبيل. تفضل ارتاح. اي راحه يا أليسا، اي راحه بعد الضرب اللي انعمل فيي اليوم. تصوري، تصوري معالي وزير الداخلية، رغم انه صاحبي ورغم انه عارف انه غريمي مسافر على المانيا، قال لي ما بقدر اعمل لك شيء. مين اللي مسافر على المانيا؟ فؤاد زفت، المجرم اللي عمل فيي اكبر ضرب احتيال بالتاريخ. ارجوك اهدأ وخليني افهم منك بالاول، كيف عرف انه مسافر على المانيا؟ ما عم بقول لك يا انسة، معالي الوزير عرفني وسائله الخاصة انه في حجز على طيارة بكره لالمانيا باسم فؤاد شوقي. هيدا اللي صار يا أنسة. وقال شو؟ ما في ممسك قانوني يخولهم انهم يمنعوا يسافر. ما بعرف شو بدي اعمل، مش عارف كيف بدي امنعهم من السفر، مش عارف. هيدا اللي بيمنعه من السفر. شو هيدا يا أنسة؟ مقال صحفي حول الموضوع، مقال الفضيحة، هو اللي بيمنعه من السفر بيرجع لك حقك. شو ناطرة ما بتنشريه؟ ناطرة إذن منك، أو بالأحرى أمر لك. إذن أمر اللي بدك إياه؟ يا سيد نبيل، هيدا الأمر بدي يكون خطي. خطي وبخطيني ولا بدك إياه بس تمنعين من السفر؟ اقرأ المقال لبين ما حضر لك الإقرار الخطي. مرحبا عم عباس. اهلا اهلا بغزلتنا الحلوه. بابا فوق؟ لا، البابا ظهر بس قال مش رح يتاخر حتى لو طلع على المزرعه. مزرعه؟ ما ذكر لي شيء عن هالموضوع. بعدين كيف بيطلع اليوم على البقاع وبكره؟ والله يا بنتي انا مستغرب مثلك، بس على كل حال قال مش رح يتاخر. طيب، حدا اتصل فيي؟ نعم، اتصل الاستاذ نادر وسال عنك. عم عباس، فنجان قهوة إذا بتريد. حاضر، من عيوني. ألو؟ أين كانت الخطيبة الغالية؟ رحت عند صديقتي حسانة، حاولت أتصل فيك من عندها ولكن التليفون معطل. تعرف أنت قديش حسانة غالية عندي، كنت حابة أعزمها بكرة ولكن الوالد أصر إنه مسألة تقتصر على العائلتين فقط. ما حق، هيك اللقاء بيتسم بالحميمية والصراحة. حابة أشوفك هلا. طيب، عندي اقتراح. شو هو؟ غمضي عينيكي واستحضريني بواسط الخيال. قول هيدا أمر قائم دايما. تعرف؟ خير. والدي زعل مني لأنه ما استبقيتك على الغدا، يا دوب أنت فليت وهو وصل. كنت متمني، لكن مثل ما بتعرفي أنه كان في أمور عائلية لازم نناقشها هون بالبيت. وعن شو حكيته؟ لا لا يا أنسي، هيدي أسرار. ولا أسرار علي أنا؟ طبعا. بكره بس تصيري السيدة رابعة رح يصير في عندك امور عائلية ما لازم حدا يطلع عليها، صح؟ طبعا. هذا هو الجواب يا أنسة. جواب مقنع يا استاذ. بحكي معك المساء. انا بتصل فيك. إلى اللقاء. إلى اللقاء. ترى ممكن تستوعب ريم إني كرمالها ارتكبت،
هيدا كسب غير ما لها علاقة. إذا ليش الجشع شهوة امتلاك المال؟ هيدا هو السبب. غريب، أنا مش هيك. سيرة حياتي كلها بتقول إني مش هيك. كيف استفاق هالوحش فجأة في أحلاقي؟ شو سر اهتمام اللي بلغ حد الهوس بالموضوع؟ السبقة الصحفي؟ مش صحيح. من أعماقي عارفي إنه اندفاع سببه تلبية رغبته الملحة بنشر الفضيحة. طيب شو السبب؟ بغض النظر عن الأسباب، لا شك إنه المقال الفضيحة رح يشكل خبطة ترفع من شأنك صحفية. ترى شو الموضوع اللي طلبتني الهام مشانه؟ يمكن كان لازم احكي معها. لا 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 لا، هيك اصح. تغطيتي للامر لازم ياخذ مدى حتى النهايه. الهام صدقي. يمكن لولاها ما كنت فكرت بكل الموضوع. يا ترى شو عملت؟ تسلم ايدك يا ام نادر. نهلا نهلا،